ديكور حوائط 3D بالدهانات هنشوف مع بعض بإذن الله ديكور دهان من البداية حتى النهاية بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه نيب ما تنساش لو أول مرة تتابعنا أو لو حضرتك مشترك معنا في القناة تعمل إعجاب للفيديو ولو مش مشترك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل إعجاب علشان يوصل لك كل جديد من الفيديوهات اللي احنا بنقدمها طبعا جدار كامل زي اللي موجود معانا ده حاليا بنبدا نقسمه مقاسات طبعا منتظمه لان باذن الله هنعمل الواح خشبيه بالطول وبالعرض كده تمام وطبعا المقاسات هيبقى 40 سم الشرائح اللي بالطول وبعد كده 20 سم واحنا هنشوف مع بعض بنبدا نجيب دهان بلاستيك اميلشن فينايل ده دهان مائي آه نبدا نلونه وده لون اسود رمادي يعني ايه لون رصاصي غامق شوية او ممكن نسميه لون رمادي تمام الارضية اللي موجودة معانا دهان مطفي او ربع لامع وده بيكون دهان رصاصي فاتح الرولة اللي موجودة معانا بتعمل نفس النقشة اللي موجودة دي طبعا بنفرد وبعد كده بنلفها لفة كده بحيث ان الغيار اللي موجود فوق بيعمل الثمرة تلف وتبدأ تاخد من الغيار الاسفنج اللي موجود معانا لان الغيار الاسفنج اللي موجود هو ده اللي بيبدا يطلع الدهان للروله اللي بتعمل ثمره الخشب طريقه سهله جدا في عمايل صمرة الخشب ممكن نعمل منها اشكال كتير جدا موجود داخل القناه شغل عن طريق الصمرة الموجوده دي واشكال تانية برضو لو خدت جوله كده في القناه هتلاقي شغل نفس الطريقه دي باذن الله هتعجبك جدا الشرائح اللي احنا شغالين بيها طولية زي ما احنا قلنا المقاس بتاعها اربعين سنتي وبعد كده الشرائح اللي بالعرض بالكامل عشرين سنتي لما بنيجي نشتغل برولة زي دي عايزين ايدينا تبقى ماشية بخط مستقيم طيب لو حصل فيه اي حاجة معوجة بسيط يمين أو يسار حاجة كده بسيطة مش مشكلة مش هتفرق ولكن دايماً عايزين نخلي بالنا إنها تبقى ماشية منتظمة بحيث إنها تطلع معانا الشكل المطلوب اللي إحنا عايزين نشوفه. طبعاً لما بنقرب على الحيطة بتبقى باينة أكتر كمان يعني. بعد كده هنبدأ نجيب سيلر أو ورنيش دوكو شفاف فيرني طبعا مسماتها كتير لكر ونبدا نلونه بلون اسود وابيض حاجه بسيطه تمام بحيث انه يعمل معانا برضو لون رمادي وهنبدا نخف كويس بتنر وهنبدا بعد كده نعمل عمليه تغبير او رش خفيف للشغل بحيث انه يبدا يظهر كمان الشغل معانا اكتر طبعا زي ما احنا شايفين الشغل كله بقى ايه طول وعرض عايزين نوضحه باذن الله بقى هنوضحه مع بعض قلم دوكو قلم اسود ونبدا كده ايه نشد خط اللي بالعرض على جميع الشرائح اللي بالعرض طبعا يعني احنا ايه ممكن واحد يشتغل معانا برضو يعني ممكن واحد يشتغل معانا يمسك معانا التيب تمام آه برضو يمسك معانا العصايه اللي احنا بنشتغل بيها عادي خالص يعني ولو كمان واحد مش شغال معانا الشغل بيخلص اسرع تمام بعد كده هنبدا نقسم الشرائح اللي بالطول مقاس 20 سنتي هنبدا نجيب الدهان اللي احنا قلنا هنعمل بيه عمليه تغبير اللي احنا ضربناه تمام وهنبدا نرش رش خفيف على الشغل حاجه خفيفه جدا كده لما نيجي نرش ما بنضغطش على الزناد للاخر بيبقى بعد سنه الهوا بنبدا نضغط ضغط خفيفه يبدا يطلع رش دهان خفيف وهنبدا نرش على الشغل كده بالكامل وطبعا المسدس بنفتحه شمسيه مش صاروخ يعني خط عريض بحيث ان هو يبدا يفرش معانا الشغل ويبدا يعمل معانا ايه تداخل او تجانس ما بين الثمرة اللي موجودة والارضية كده تمام بعد كده لون اسود دوكو اللي هو النيتروسيليوز وهنبدأ نرش رش كده ايه خفيف بحيث انه يبدأ يقسم الشرائح اللي بالطول طبعا زي ما احنا قلنا الشرائح اللي بالطول دي 20 سنتي ما بين كل شريحة والتانية طبعا احنا ممكن كنا كمان نعمل المقاسات قدام الكاميرا والتصوير ولكن برضو علشان الوقت والفيديو مبقاش طويل معانا طيب الشرائح اللي بالعرض احنا عايزينها تبقى ايه بارزة شوية هنعمل ايه هنبدأ نجيب اللون الاسود نبدأ نرش رش خفيف اسفل الشرائح اللي بالعرض تمام اسود وبعد كده يبدأ ينتهي على خفيف برضو الشريحة من نفس الشريحة دي الخط اللي فوق هيبقى أبيض خفيف جدا وإحنا هنشوف مع بعض من نفس اللون الاسود اللي معانا وهنبدا بايه باسطوانه وهنعمل زراير او زي مسامير كده ايه على الخشب ما بين كل دايرة والتانية اربعين سنتي يعني تحت كل شريحة ونسيب واحدة وبعد كده بنبدأ بإذن الله رش ابيض كده ايه خفيف او رصاص خفيف من فوق الدايرة وبعد كده ظل اسود اسفل الدايرة بحيث انها يظبط الشغل معانا اكتر رش ابيض خفيف زي ما احنا قلنا طبعا ما كنش ابيض صريح يعني ابيض متعكر باسود خفيف جدا رصاصي فاتح كده تمام الشغل كده ظهر معانا وبان معانا كده بسم الله ما شاء الله جميل جدا وكمان لما بنقرب على الشغل الثمره بينه يعني ده شغل خشب تحس اللي فعلا لما تقرب على الشغل تحس انه خشب ومن بعيد برضه ما شاء الله جميل جدا بعد كده هيبدا يترش وش ورنيش مائي ورنيش مائي لكر مائي فيرني مائي دي كلها من مسمياته بسم الله ما شاء الله جميل جدا جدا بعد ما خلص عايزين برضه نشوف راي حضراتكم في التعليقات وممكن كمان يتعمل بالوان تانيه يعني احنا كمان ممكن نتعمل بالوان تانيه ممكن على بنيات على بيجات عادي خالص نشوفكم باذن الله في فيديو جديد علي خير اخوكم بهاء الدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته